موازنة مصغرة وسط الإرباك السياسي. مجلس النواب يصوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل ويضع علامات الاستفهام على تنفيذ بنوده. مبادرة مرتقبة للفتح لإنهاء تداعيات أزمة تشكيل الحكومة، والمصادر تؤكد أن تلك المبادرة ستمثل فصل الخطاب لإنهاء الانسداد السياسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام، واللي راح نتابع بها ما يجمع عليه الكثير من المراقبين أن التنافس على إضافة مبالغ طائلة من هنا وهناك على قانون الأمن الغذائي ومن دون تخطيط أو مبررات حقيقية لغرض إرضاء الأطراف كافة ربما يكون احتيال قانوني وهدر واضح للمال العام، ويكون المواطن أول المتضررين لذلك. فإن الكتل السياسية تعمل على إرضاء بعضها البعض بالمجاملات والتنازلات المالية والقوانين الهامشية دون العودة إلى واجباتها ومسؤولياتها الأساسية في ضرورة تشكيل حكومة جديدة قوية. وما التصويت على قانون الأمن الغذائي ليس إلا تسويف آخر للتوقيتات الدستورية وإهمال واضح للحقوق لحقوق المواطن بالدرجة الأساس. أما في الجانب الآخر فما زالت العملية السياسية تنتظر مستجدات تأخذ بالمشهد السياسي نحو التوافقات والتفاهمات وإنهاء حال الانسداد السياسي اللي ما زالت تلقي بظلالها على العملية السياسية. هنا جت الخطوة المرتقبة لتحالف الفتح اللي أكد أنه راح يطرح مبادرة من المؤمل أن تحظى بترحيب الأطراف والقوى السياسية، حيث تهدف هاي المبادرة إلى انتشال العملية السياسية من النفق المظلم اللي تغوص بين متاهاته دون إيجاد مخرجات حقيقية في الوقت اللي أكد به مراقبون للشأن السياسي أنه في حال لم تنجح هاي المبادرات فإن ذلك راح يعمق الخلافات السياسية. إذا مشاهدينا في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش هذين الملفين وتداعياتهم مع ضيوفنا الكرام، تتفضلوا من بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. صوت مجلس النواب على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. مراسلنا أكد أن مجلس النواب صوت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية فيما تجاوز إجمالي المبلغ المخصص للقانون 25 تريليون دينار. بهذا الملف المهم راح نتحدث مع ضيوف الكرام، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعد أن الزميل علي حبيب. بحضور 273 نائبا صوت مجلس النواب على مسودة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد نقاشات مستفيضة واجتماعات عقدها رئيس المجلس مع رؤساء الكتل السياسية اليوم الأربعاء سبقت عملية التصويت. بعض من هذه القوى اشترطت عدم وجود ثغرات قانونية في مسودة القانون تؤدي إلى نقضه من قبل المحكمة الاتحادية، فالتصويت يجب ألا يخالف قرارها السابق الخاصة بصلاحيات حكومة تسيير الأعمال اليومية. أطراف أخرى وضعت شروطا لتمريره تتعلق ببعض التعديلات والإضافات وتخفيض التخصيصات وإجراء مناقلات في الأموال بين الوزارات، فيما اشترطت كتل أخرى تضمين الأجراء والعقود والمحاضرين المجانيين والإداريين، وتم تحويلهم على قرار 315 وتعيين الأوائل وحملات الشهادات العليا وحقوق المحافظات غير المنتظمة بإقليم. إذا أمر نطعن به. ومع ما حظيت به هذه الفقرات من قبول لدى بعض الكتل السياسية إلا أن أخرى تتوجس خيفة من خروج القانون من كونه أمن للغذاء إلى أمن مصالح، متسائلا عن مدى ملامسة تشريع هذا القانون الاحتياج الحقيقي للمواطن العراقي. الجلسة شهدت مقاطعة كتلة إشراقة كانون
مبررة ذلك بعدم أهلية حكومة تصريف الأعمال بالتشريع أو الموافقة على أي قانون. ومع تصويت المجلس على مجمل فقرات القانون المقدم من اللجنة المالية، إلا أن الخلافات والطعون لا تزال تلاحقه بعد عزم النائب المستقل باسم خشان على تقديم طعن آخر لدى المحكمة العليا. فالأول يرى الفقرات المعدلة تمت صياغتها بشكل غير قانوني. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحباب. هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين أستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقل. أهلا بك أستاذ نسيم ضيفا كريما، حياك الله. وكذلك أرحب بالسيد مرتضى الملا، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، حياك الله سيد مرتضى. وأبدأ مع حضرتك أستاذ نسيم. اليوم الإطار التنسيقي أكد أنه ماكو تعارض في تشريع، في هذا التشريع القانون، أو يؤدي شيئا جديدا للمواطن أو يقدم خدمة للمواطن، بالتالي محافظات جنوبية راح تستفيد من هذا التصويت على قانون الأمن الغذائي بصيغته الحالية. كيف تجد ما يوفر هذا القانون بعد قراءة ثانية اليوم في مجلس النواب والتصويت عليه؟ نعم، في البداية تحية لحضرتك أستاذ أحمد، وتحية لضيفك الكريم، وتحية لمشاهدي قناتكم الكريم. مرحبا بحضرتك. أنا أعتقد تخوف الإطار على ينصب على النقاط الأساسية. اليوم إحنا في ظل حكومة مؤقتة، حكومة تصريف أعمال. اليوم إحنا حقيقة على الطبقة السياسية أن تعرف بأن لديها استحقاق، وهو ضرورة أن تشكيل حكومة. اللي يحصل الآن هو الهروب من المهام المطلوبة من الكتل السياسية والسير باتجاه آخر. قضية قانون الأمن الغذائي لا ضير حقيقة، اليوم الشارع العراقي، اليوم الواقع الاقتصادي، ما يشهد الوضع الاقتصادي الآن، هو حقيقة احنا بحاجة إلى أن يعزل حاجة المواطن أو أن تترك حاجة المواطن بمعزل عن إرادة الكتل السياسية. اللي يحصل الآن هو يشرك المواطن الفقير بصراع الكتل السياسية، وبالنتيجة من يدفع الثمن هو المواطن الفقير. كان الأحرى بالكتل السياسية هو أن تسعى باتجاه تشكيل حكومة والسير باتجاه الاستحقاقات الأخرى. اللي حصل الآن حالة عكسية، هو صارت الكتل السياسية على تمرير قانون الأمن الغذائي، في حين لدينا اليوم استحقاق حقيقة وهو تشكيل حكومة. تعرف حضرتك اليوم حكومة السيد الكاظمي هي حكومة تصريف أعمال، وهي غير قادرة على أداء مهامها الدستورية الحقيقية. اليوم تمرير هذا القانون حقيقة، إذا أخير ما بين أن يمرر أو أن لا يمرر، حقيقة أنا مع أن يمرر بسلبياته للسبب التالي. اليوم تعرف حضرتك اليوم المواطن الفقير والمواطن البسيط ما عنده يعني قوت يومه. توقف المؤسسات الاقتصادية وتوقف العجلة الاقتصادية اللي أضر فقط أضر المواطن البسيط. بالتالي أعتقد اليوم إقراره
ومخاوف الإطار يمكن في إذا حضرتك شاهدت الجلسة كان هنالك مطلبين للإطار. المطلب الأول هو ضرورة أن يؤخذ بنظر الاعتبار على أن تكون هنالك متابعة جدية لكل أبواب صرف هذا القانون. والنقطة الأخرى وهي ضرورة أن لا يعني أن يؤخذ رأي المحكمة الاتحادية وأن لا يتقاطع هذا القانون مع رأي المحكمة الاتحادية. في حال يعني أبطل هذا القانون من قبل المحكمة الاتحادية حتما سوف يبطل القانون ككل. بالتالي أنا أعتقد اليوم إحنا أمام خيار يعني أحلاهما مر. تعرف حضرتك اليوم الكثير من التحديات اللي تواجه المجتمع العراقي، أبرزها اللي هي قضية المحاضرين، الأجور اليومية، المتعاقدين مع الدولة، كل هذه المصالح توقفت. أرجع لك بقضية المحاضرين وبعض الأشياء اللي ممكن أن تقدم النفع العام. أستاذ مرتضى جيت ترحب بحضرتك. اليوم هنالك اعتراضات على تمرير هذا القانون من عدة نواب، من جملة هذه الاعتراضات النائب المستقل مصطفى سند لما يقول أنه البرلمان كذب على الشعب في فقرة تثبيت العقود. هل تعتقد أن القضاء راح يذهب أيضا باتجاه إلغاء مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي مرة أخرى؟ تحية لكم وتحية لضيفكم الكريم ولمشاهدي قناتكم الأفاضل. واقعا أنه ما يجري بالساحة الاجتماعية وبالساحة السياسية يترتب عليه الكثير من المشاكل اليوم، والمشاكل السياسية بدأت تعصف وتنزل شيئا فشيئا، بدأت تنخر بالاقتصاد العراقي للمواطن العراقي وقوته. ولذلك كان هذا القانون اليوم هو حقيقة كثير من السلبيات به، ولكن من الرغم من هذه السلبيات اليوم أيضا مقابل ذلك الخيارات جدا قليلة بأنه ننجو من المشاكل الموجودة اليوم بالساحة الاقتصادية العراقية. ولذلك كان خيار أمام القوى السياسية جميعا أن تمرر هذا القانون. ولكن نحن عندما اجتمعنا بالتحالف الثلاثي وكانت هناك لقاءات متكررة وعديدة جدا قلناها بأن نذهب باتجاه هذا القانون، ولكن يذهب هذا القانون باتجاه التصويت ولكن يكون مشروط. هذا واحد. ثانيا لأنه واقعا رأينا أنه بعض الجهات السياسية كانت تذهب بكثير من السيناريوهات. أولا السيناريو الأول كان بعض القوى السياسية تعمل على أنه تصوت على هذا القانون ويمرر، وبالتالي لا تستخدم فقراته ولا يتم العمل به إلا ما بعد تشكيل حكومة. إذن شنو يعني وين النفع الآن إذا إحنا صوتنا على قانون وما يتم العمل به إلا ما بعد تشكيل الحكومة؟ هذا حقيقة لم نراه شيئا نافعا إذا أردنا فعلا من الواقع العراقي إنهاء المشاكل العراقية. هذا واحد. ثانيا البعض كان يذهب باتجاه أنه نذهب بتمرير هذا القانون وتمريره رغما عن المحكمة الاتحادية، يعني مو أنه فقرات هذا القانون تتماشى مع ما أكد عليه المحكمة الاتحادية، وبالتالي هذا أيضا عكس متبنياتنا نحن جميعا كقوى سياسية وخاصة نحن في الإطار الحكمة. هذا عكس متبنياتنا الحقيقية. القضاء العراقي يجب أن يحترم بكل صياغاته. هسه هذه القرارات القضائية كان متفق عليها إيجابا أو سلبا يجب أن تكون محط احترام وتقدير ويجب أن تنفذ فورا. السيناريو الثالث اللي ذهبنا معه حقيقة وكنا داعمين إليه بأنه أولا يتم تمرير هذا القانون، ولكن بشرط تمريره أنه يتماشى مع قرار المحكمة الاتحادية، وهو أنه هذا القانون أو هذه الحكومة الموجودة حكومة تصريف أعمال يومية، وعليه أنه هذا القانون يتماشى مع هذا القرار من المحكمة الاتحادية، وأيضا أن يكون مشروط وأن تكون هناك متابعات حثيثة لصرف هذا. واحد. ثانيا الكثير من البنود هي نوقشت وغيرت من البداية ومنذ اليوم الأول لإعلان التحالف الثلاثي ومتبنياته، بأنه قالوا نحن مع هذا القانون الإطار وكل الداعمين، لم نكن بالضد مثل هكذا قوانين، لأننا نحن نعلم وأدرى بأنه اليوم المشاكل السياسية بدأت تنزل شيئا فشيئا إلى قوت المواطن العراقي، بل بدأت تؤثر بالساحة العراقية جميعا. ولذلك كان لابد من أن يكون هناك خيار إقرار قانون الأمن الطارئ. لذلك كنا مع أن يكون هناك قانون، ولكن هذا القانون يكون مشروط، وبالتالي يكون هناك أيضا متابعة حثيثة لتنفيذ بنوده، وأيضا
بالجهة المقابلة يكون هناك مناقشة كثير من الأمور طيب. التي تمت إعادة صياغتها اليوم. يعني حضرتك تحدثت عن الموثوقية، هل يطبق من الحكومة الحالية من الحكومة الجديدة؟ أستاذ نسيم نتحدث هنا أيضا عن الوعود أو خلق قاعدة شعبية مشجعة لهذا القانون. أشير لحضرتك إلى ما كتاب وزارة المالية اللي بيّن من خلال فحوى بأنه ما ممكن يكون توفير درجات للعقود ما لم تكن هنالك موازنة، بالتالي لما يكون هذا هو بديل الموازنة ما راح يمرر وبعدين نصطدم بعقبة قانونية أخرى. ويا ريتك يا أبو زيد ما غزيت. بالتأكيد اليوم أستاذ أحمد حقيقة الوضع بصورة عامة الوضع السياسي هو مربك، كثير من الخروقات حقيقة مع الأسف يعني اليوم يعني حتى الفترة الدستورية لتشكيل حكومة احنا تجاوزناها، وبالتالي هذا الإرباك انصب على كل قوانيننا وكل ما صدر من السلطة التشريعية. أنا أعتقد اليوم حقيقة الكلام تفضل بضيفك الكريم، فعلا اليوم الواقع حتم علينا وحتم على الطبقة السياسية أن تسير باتجاه، يعني احنا أمام خيارين، خيار السير باتجاه بالآليات الدستورية الحقيقية وسير بالصراع السياسي فيما بين الكتل السياسية، والاتجاه الآخر هو اللي يجعل على اليوم على المشكلة أهون. اللي حصل اليوم حتى يعني موافقة الإطار على تمرير هذا مقترح القانون هو من أجل يعني تجاوز كثير من الأزمات. طيب. وإحنا قبل كم يوم شاهدنا يعني هنالك احتقان في الشارع، هنالك مطالبات كبيرة، هنالك يعني أزمات حقيقة قد ندخل إلها في المرحلة القادمة. نعتقد بأن الكتل السياسية اختارت الطريق، وحضرتك أستاذنا بالعلم السياسي نعم. تعودنا أنه كل مشاكلنا تحل بالهروب إلى الأمام، بالتالي نعالج الأزمة بأزمة أكبر. معالجة هذه الأزمة بهكذا قانون ما راح توقعنا بأزمة أكبر؟ يعني إحنا حل مشكلتنا الأساسية حقيقة هو تشكيل حكومة، تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وكل ما يزر من السلطة التشريعية هو دستوري، وبالتالي هو هذا الحل الحقيقي. احنا ما صرنا باتجاه تشكيل حكومة، صرنا باتجاه تمرير قانون، وهذا القانون فيه الكثير من المغالطات حقيقة. لكن حقيقة اليوم إرادة الكتل السياسية من ضمنها الإطار سارت بهذا الاتجاه باعتبار أن هنالك تحدي أمامنا خلال فترة قادمة، هنالك يعني أعتقد درجة الحرارة يمكن راح توصل حتى أكثر من 52، هناك احتياجات المواطن بحاجة، وأعتقد اليوم النظرة الأبوية للإطار حتمت على أنه يجب أن يسير باتجاه تشريع هذا القانون، وعلى الأقل نخفف من الأزمة اللي اليوم إحنا نمر بها. التحديات كبيرة حقيقة، وبالتالي هذا اليوم المطلوب من الكتل السياسية كلها أن تنظر إلى المواطن بنظرة أخرى. حقيقة يمكن قلت قبل قليل الصراع السياسي فيما بين الكتل السياسية حقيقة ألقى بظلال على الواقع الاقتصادي. اليوم كثير من المشاريع معطلة، اليوم حياة المواطن حقيقة ارتفاع في الأسعار، هنالك أزمة عالمية، بالتالي كل هذه التحديات تحتم على الكتل السياسية هو الاتفاق فيما بينها على الأقل على مفردة حياة المواطن البسيط. نعتقد بأن هذا القانون قد يوفر أو يسمح بتمرير الرواتب للمرحلة القادمة، وبالتالي هذا يمكن يخفف من الأزمة ووطأة الأزمة اللي احنا نمر بها في المرحلة الحالية. طيب. في هذه الأثناء أرحب بضيفي الكريم السيد غسان الشبيبة السياسي المستقل، ينضم معي عبر سكايب، حياك الله سيد غسان. نتناقش مع ضيوفي الكرام حول تمرير قانون الأمن الغذائي في مجلس النواب. برأيك هذا القانون راح يحقق مبتغى، يحد من الفقر في العراق، راح يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين، يرتقي بمستويات معيشية؟ نعم، تحية لك وضيفك الكريم المشاهدي فضائية الأيام. حقيقة السؤال ما وصلني تماما، لكن أنا سمعت الحوار اللي دار بينك وبين ضيفك الآخر حول فاعلية إقرار قانون الأمن الغذائي، هل سيسهم في فاعلكم مش تمام يعني ما واضح السؤال؟ فحوى السؤال على أقل تقدير إذا وصلت لحضرتك. نعم تسمعني استاذ غسان؟ حول قانون الصوت غير واضح. حول قانون الامن الغذائي يا ريت حدثنا يعني شنو التفاصيل او ايجابيات اللي ممكن راح الخدمات تقدم الى الشعب العراقي. ما واضح بس الشعب العراقي شنو رايك بقانون
بتصويت على مشروع قانون الأمن الغذائي. تمام أحسنت، شكرا لحضرتك، تحية لك ولضيوفك ولمشاهديك. لا شك أن هذا القانون اليوم بشكل فردي مرحلة مهمة جدا في حياة وتاريخ العراقيين، وأعتقد أنه إن مضى هذا القانون ولم يطعن فيه في المحكمة الاتحادية سيشكل يعني فد حدث أو فد فارق زمني في خلق الدستور والقانون وتبديد كامل لموارد الدولة العراقية بهذه الطريقة. كنا نتمنى أن يكون هذا القانون هو قانون الموازنة وليس قانون ما يسمى بالطار الأمن الغذائي، وهو بعيد كل البعد عن ما يسمى بالأمن الغذائي. أنا كتبت عن هذا الموضوع وكنت من الأوائل الذين تصدوا ورفضوا هذا القانون، لا لشيء إلا لاحترام الدولة والدستور والقانون، بما أنه هذا المقترح الذي أفض في بادي الأمر عندما كان مشروعا وأتى من الحكومة، وكانت الحكومة التي تعرف بتصريف الأعمال أنها لا تستطيع أن تبحث مشاريع قوانين. أيضا عاد مجلس النواب في طريقة غريبة وعجيبة بعد أن رفضته المحكمة الاتحادية باستفسار رئيس الجمهورية، وعادت لتقدمه مقترح قانون، وكأنما النصوص أو القوانين التي تشرع معروف لحضرتك وللجميع عندما تحمل جلبة مالية فيجب أن تكون هنالك موافقة من الحكومة، وعندما تكون الحكومة تصريف أعمال لا يحق لها أن تتصرف بشروط معينة. طيب. أو بموارد مائية ما عفوا يعني حسب من خلاصة كلام حضرتك أستاذ غسان، يعني أنتقل أستاذ مرتضى. أستاذ مرتضى، يعني في هكذا إشارات بأنه ماكو موثوقية بصرف هذه المبالغ، بالتالي هذا الملف راح يفتح لنا أبواب جديدة للفساد الإداري المالي، يجب أن يطلع عليها الشعب، الإعلام شو راح يكون موقفه؟ يعني حقيقة أنه هي موضوع مو موضوع شكوك، لكن هو الموضوع اليوم نحن نمر في أزمة كبيرة جدا، هو أزمة تشكيل الحكومة. واقعا أنه ما يجري بالعملية السياسية هو عدم وجود ثقة ما بين بعض القوى السياسية، هو ما أوصلنا اليوم، أو بعض القوى السياسية المتزمتة في آرائها، ولذلك وصلنا إلى حالة الانغلاق السياسي الموجود الآن. ولذلك مثل هكذا قوانين تحتاج إلى أن تكون هناك متابعات حثيثة. أولا أنه هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، وما بني عليها يترتب أمور كثيرة. يعني إحنا اليوم ما نريد حقيقة ما نريد نذهب بإعطاء صلاحيات كاملة لحكومة تصريف أعمال، بس أنا ما أقصد حكومة السيد الكاظمي، لكن أقصد أي حكومة تأتي أنه اسمها حكومة تصريف أعمال بغض النظر، لأنه إعطاء صلاحيات كاملة لحكومة تصريف أعمال سيعطيها قوة بأنه تبقى، ويعطيها دلالات كثيرة، ويعطيها يعني هذه الصلاحيات. حقيقة اليوم نحن في إطار حصرها، لا إعطائها بشكل كامل، هذا واحد. ثانيا أنه تبقى متابعات حثيثة، لأنه اليوم نعاني من أزمة ثقة داخل الأروقة السياسية ما بين أغلب القوى السياسية، ولذلك دعينا بأكثر من مبادرة، كل المبادرات التي أطلقت من المتبنيين الحقيقيين لأن يكون هناك انفتاح وإنهاء صفحة الانغلاق السياسي، بأن يكون هناك اجتماع ويكون هناك حوار على طاولة واحدة، حتى هذا عدم الثقة يفكك، وبالتالي تناقش الأمور وجها لوجه، ولا تبقى فقط دعاية مبادرات وتحول الأمر إلى معركة مبادرات بالفضاء الإعلامي فقط، ولا يوجد لها حقيقة مع كل الأسف من بعض القوى السياسية التي هي من شأنها ممكن أن تمرر ما موجود من مشاكل بحوارها بمجيئها أو بالذهاب بقبول الذهاب إلها، لكن هي حقيقة أطلقت مبادرات، كانت مبادرات محددة بوقت، محددة بمكان، وبالتالي لم يكن هناك حلحلة للوضع السياسي الموجود. طيب. هذا جانب آخر بالعودة إلى ملف الأمن الغذائي. الأمن الغذائي اليوم هو حاجة لابد منها، المواطن العراقي اليوم يحتاج إلى أن يكون هناك سبل عيش، وبالتالي اليوم العراق يعاني من مشاكل اقتصادية، لكن مقابلة العراق اليوم يعيش حالة رخاء أو شبه رخاء اقتصادي بسبب الارتفاع في سعر النفط. هذا لمن يجب أن يسخر؟ لمن يجب أن يستثمر هذا الارتفاع بأسعار النفط؟ يجب أن يستثمر لأجل المواطن العراقي. اليوم نحن نعاني من حالة انغلاق سياسي، كان لابد من أن يكون هناك قانون طارئ،
ولكن هذا القانون في بداية الأمر كانت عليه كثير من علامات الاستفهام، ولذلك لم يمرر. كنا من الضد من بعض الفقرات، لم نكن بالضد من القانون جميعا، ودلالة الكلام اليوم قد مرر هذا القانون بدعم كل قوى الإطار وكل الشركاء السياسيين وكانوا مع هذا الإطار. بالإضافة إلى هذا اليوم قبل الإضافة سيد مرتضى، رئيس هذا نسيم، يعني هناك من اعتبر أن هذا القانون قانون دستوري ولا تشوب أي مخالفة قانونية، لأنه مقدم من قبل البرلمان عكس ما كان مقدم من قبل الحكومة وهي توصف بأنها تصريف أعمال. يعني احنا بالتأكيد رأي المحكمة الاتحادية هو الفيصل في مسألة إذا كان هذا القانون سوف يمرر أم لا. لحد الآن لم يطعن فيه، يعني هو قبل ساعات قليلة تم التصويت عليه، بالتالي حتما سوف يكون للمحكمة الاتحادية رأي. قضية يعني هل سوف يطبق في المرحلة القادمة؟ هسه احنا دا نريد نجي على النوايا، احنا ما نريد نعمل بالنوايا، ما نتمنى هو أن يسير هذا القانون بالطريقة الصحيحة اللي على الأقل تخفف من جراحات اليوم شعبنا. نعتقد يعني حسب المعطيات، تعرف حضرتك اليوم احنا حالة التوافقية سادت في مراحل كثيرة، وفي كل مرحلة احنا عندنا حالة توافقية. اليوم حتى إرادة الإطار اليوم نعتقد بأن هنالك شبه حالة رضا على أن يمرر، باعتبار اليوم ما نمر به من أزمات اقتصادية تحتم علينا على الأقل أن نتفق. وهنالك رأي حقيقة يقول على أنه من المتوقع أن تكون هنالك انفراجة سياسية في المرحلة القادمة. ما نتمنى هو ألا تسير الكتل السياسية وأن تجعل المواطن ضحية الخلافات السياسية، وأن تعطى يعني أن يعطى حق المواطن الأفضلية في المرحلة القادمة. فيه كثير من النقاط الإيجابية، لكن نتمنى ألا تمرر هذه الفقرات من أجل تقوية طرف على طرف آخر. نتمنى أن يعني قبل قليل أعتقد كانت هنالك يعني تغريدة لسماحة السيد مقتدى الصدر أشار على أنه يجب أن تشكل لجان لمتابعة تنفيذ هذا القانون. نعتقد بأن هنالك نوعا ما إرادة على أن يمرر هذا القانون، وحقيقة ما نتمناه هو أن تكون إرادات حقيقية لمعالجة الخلل وما يعانيه المواطن في الوقت الحاضر. أستاذ غسان تحدث عن هذا القانون لما مرر في مجلس النواب، بالتالي راح يكون بديل عن قانون الموازنة. يتأمل المواطن العراقي أن هذا القانون يكون هو المعادل الموضوعي ويحقق طموحاته، لو فقط راح تكون استفادة سياسية يقابلها عراقيل قانونية قد لا تصل ما تم إقراره في هذا القانون من خدمات إلى المواطن، تثبيت العقود والمحاضرين مجانين وغيرهم. نعم، بالنتيجة هو قانون يعني اتفاق وهو موازنة يعني بشكل غير مباشر لإدامة عمل الحكومة تصريف الأعمال. نناقش أصل هذا المشروع، يعني واضح جدا حضرتك ولكل متتبع ولكل يعني فاهم بالقوانين وعالم بالعمل الدستوري والتشريعي يرى أنه أصل هذا القانون هو غير شرعي. يعني هذه النقطة يجب أن نثبتها، ويجب أن نعرف أنه هذا القانون هو غير شرعي لأنه يحمل جنبة مالية، والجنبة المالية تحتاج أن تكون هناك موافقة من الحكومة، ويجب أن تكون الحكومة ليست تصريف أعمال. فهذا هذه نقطة أولى. النقطة الثانية حقيقة يعني هو كان يراد أن يفعلوا يعني شيء من الشارع للمجتمع، شرائح معينة للمجتمع، أن يقنعوهم حتى يكونون داعم وضاغط أساسي على القوى السياسية داخل مجلس النواب حتى تذهب باتجاه على الأقل الصمت والسكوت عن تمرير هذا القانون تحت ضغط هذه الجماهير أو هذه الشرائح التي تشعر بالظلم وهي محقة ويجب أن توفر لها حقوق، لكن هي تستخدم السياسيين في الدفع بهذا الاتجاه. لهذا ترى أن وضعوا جزء لشريحة المحاضرين وهم أصحاب حق ويستحقون التثبيت، وليس يعني تحقيق رواتب لمدة 6 أو 7 أشهر لنهاية العام. واعتقد انه كان بامكانهم ان يقدموا لهم هذه الخدمه خارج اطار هذا القانون من خلال اصدار قانون من وزاره التربيه من مجلس الوزراء بتحويلهم وفق قانون 315. لكن واضح جدا هو استخدام هذه الشرائح وحاجه هذه الشرائح والضغط على القوى السياسيه حتى لا تعارض تشريع هذا القانون. ايضا نقطه اخرى يعني مؤلم كثيرا عندما ترى انه هذه التريليونات
التي تقر يعني 25 تريليون تقسم وتبدل بهذه الطريقة. اليوم العراق بحاجة إلى بناء بنية تحتية حقيقية. اليوم إحنا مو محتاجين كهرباء، مو المفروض إنه هذه الوفرة المالية تذهب إلى تنفيذ مشاريع منتجة استراتيجية حقيقية. مو العراق اليوم محتاج أن يستعيد صناعته، مو بالإمكان تخصص مبلغ ضخم وجزء كبير من هذه الوفرة لإنشاء مصانع على الأقل للقضاء على البطالة لتوفير إنتاج وطني. مو المفروض أن يكون هنالك تخصيص لحل مشكلة التربية. اليوم إحنا محتاجين أكثر من 10,000 مدرسة، بالإمكان أن يخصص 5 مليون من هذه المبالغ لبناء 5,000 مدرسة تحل مشكلة كبيرة. أيضا محتاجين حسب تصريحات وزارة الكهرباء تقول لدينا 17 ومحتاجين إلى 5 حتى نصل إلى 23 أو 6,000. بالإمكان تخصيص 7 مليون ممكن أن تنتج لك ما يقارب 5,000 جيجاوات أو ميجاوات عفوا. هذه كلها المفروض تتوجه بهذا الاتجاه، لكن وين تتوجه؟ من خلال الموازنة. اليوم هذا الانتفاخ وهذا الضرب للقوانين وللدستور هو تأسيس لضرب الدولة ولأساس الدولة ولانتهاك الدستور بشكل صارح وبلوي الأذرع. اليوم يقول لك أنه تريد أو ما تريد، بالنتيجة أنا قادر أن أجهز أصوات داخل مجلس النواب لتمرير أي قانون أعتقد أنه هو يناسبني، سواء كان ينسجم مع التشريعات، ينسجم مع النصوص، مقبول دستوريا. هذا بالنتيجة أسوي اللي مقتنع تحت هذه المظلة أنه قادر أن أمرر أي قانون داخل مجلس النواب بهذه الأغلبية الشكلية. شكرا جزيلا أستاذ غسان الشبيب السياسي المستقل، أثريت الحوار في هذا الملف، وأشكر الكثير لحضرتك الأستاذ مرتضى الملة عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة. شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستوديو، وتفضل بقى معي أستاذ نسيم عبد الله كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. مبادرة مرتقبة للفتح لإنهاء تداعيات أزمة تشكيل الحكومة، والمصادر تؤكد أن تلك المبادرة ستمثل فصل الخطاب لإنهاء الانسداد السياسي. من جديد حياكم الله. مبادرة منتظرة لتحالف الفتح من المؤمل أن تنهي الأزمة السياسية بين الإطار الشيعي والتيار الصدري للوصول إلى صيغة توافقية للخروج من تداعيات الأزمة، حيث يرى خبراء في الشأن السياسي أن تلك المبادرة بمثابة فصل الخطاب لإنهاء حالة الانسداد السياسي. ملفنا الثاني مشاهدينا الأحبة نناقش هذا الموضوع، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل هشام ماري. ما إن حل الانسداد السياسي ضيفا ثقيلا على المشهد بأكمله حتى بدأت المبادرات تطرح في الساحة السياسية تباعا. أما آخرها فقد كانت مبادرة تحالف الفتح المرتقبة التي كشف عنها، إذ يلوح أعضاء التحالف بأن هناك انفراجة قريبة لربما تكشف صدأ الانغلاق السياسي. لكل القوى السياسية في الجلوس إلى المفاوضات وكذلك باتباع الطرق القانونية والدستورية. أعتقد هذه المبادرة إذا تم مناقشتها ما بين القوى السياسية ممكن أن تكون هذه مطمئنة باستقرار العملية السياسية وأن تكون انعكاساتها على الشارع العراقي. فمرحلة تشكيل الحكومة لا تعبر عقبة الخلافات إلا برسم خارطة تفاهمات تجمع أغلب الأطراف المشاركة وتبادل وجهات النظر، إذ لابد أن تدرك الكتل حجم الخطر المحدق بالمشهد السياسي في حال بقي التشظي يعنن مسار العملية بأكملها، والجلوس إلى طاولة حوار لربما الحل الأقرب لأزمة الانسداد. لا طريق إلى حل هذه الأزمة إلا التفاهمات والتوافقات السياسية، لأن لا يستطيع أي طرف من الأطراف أن يمضي بتشكيل الحكومة بعيد عن الأطراف الأخرى، لأنه يسبب أزمة سياسية كبيرة. كل المراقبين يقولون أنه إذا كان هناك طرف ينفرد في تشكيل الحكومة فإن الأطراف الأخرى سوف تسعى لإسقاط هذه الحكومة. جاءت هذه المبادرة لجمع الفرقاء السياسيين بما فيهم المتخالفين حول طاولة حوار واحدة، والخروج بموافقات مبدئية
تأخذ بيدهم إلى نهاية المتاهات التي أدخلت بها العملية السياسية ورسم الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة، فكلما تجاوزت المدد الدستورية يعني إصلاح البلد تشتد صعوبته. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجد ترحب بضيفي الكريم أستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقل، وكذلك أرحب بالأستاذ كاظم الحيدري عضو ائتلاف دورة القانون ينضم معي عبر سكايب من كركوك. حياك الله سيد الحيدري، أسأل حضرتك عن رؤيتك لمبادرة الفتح، وبالتالي هل راح تنهي هاي المبادرة الأزمة السياسية الراهنة حسب رؤيتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم الكريم ولجميع مشاهدي قناة الأيام الفضائية. طبعا جميع الكتل السياسية تسعى جاهدة بما تمتلك يعني من أفكار من رؤى تقديم مبادرات لحلحلة الموضوع، لكنها على الأرض تصطدم بامتناع بعض الكتل السياسية للجلوس على طاولة الحوار. المبادرة الأخيرة التي يترقبها الجمهور هو المبادرة التي ستطلقها كتلة الفتح ضمن الإطار التنسيقي لغرض حلحلة الموضوع. أتصور أنها ستسعى إلى تقديم أقصى ما يمكن لإقناع الأطراف الأخرى للجلوس على طاولة الحوار، وبالتالي المكاشفة مع بعضها البعض، وبالنتيجة وضع خارطة الطريق للخروج من هذا الانسداد الحاصل. طيب أستاذ نسيم، لما يتحدث ضيف الكريم أستاذ كاظم الحيدري عن هذه المبادرة، رؤيتك حول استجابة بعض الأطراف الأخرى لهذه المبادرة، هل هنالك راح يكون أكو ترحيب من قبل تلك الأطراف؟ حقيقة هي ليست مبادرة فقط للفتح، هنالك مبادرة للسيد مسعود برزاني، هنالك مبادرة لم يعلن عنها بعد حتى الآن، يعني متوقع خلال الأيام القادمة. قبل كم يوم كانت هنالك مبادرة للسيد إياد علاوي. هو حقيقة المشهد السياسي لا بالتأكيد اليوم مبادرة الفتح، مبادرة السيد مسعود برزاني قد تقرب وجهات النظر. اليوم حقيقة أستاذ أحمد المشهد السياسي كله بالمجمل هو معقد. نعم. مخرجات انتخابات هي حقيقة غير منصفة. نعم. هنالك استياء، هنالك تدخل في مسألة نتائج الانتخابات. طيب. هنالك عدم ثقة فيما بين الأطراف السياسية، هنالك عناد فيما بين الكتل السياسية. حقيقة هذا المشهد ما كان قبل سنوات، كان هنالك نوع من الأبوية من الكتل السياسية. نعم. على أن تفضل مصلحة البلد على مصالحها. اليوم اللي نشهده حقيقة يعني المشهد السياسي كله معقد، هنالك تحالف ثلاثي، هنالك إطار، للإطار يدخل مع التحالف الثلاثي والتحالف الثلاثي، وبالنتيجة احنا انقسمنا قسمين. صحيح احنا اليوم انقسمنا قسمين سنة وشيعة وكرد، وكذلك الأطراف الأخرى انقسمت بالضبط نفس هذه المكونات، لكن هذا المشهد يعني لا الأطراف الأخرى قادرة على تشكيل حكومة ولا الإطار التنسيق قادر على تشكيل حكومة، وبقى هذا العناد، وبالنتيجة اللي دفع ثمن هو المواطن الفقير والمواطن البسيط. اليوم نعتقد اليوم على الكتل السياسية أن تسير باتجاه رضا المواطن. تعرف حضرتك اليوم المواطن ما ينظر إلى الكتل السياسية على كتل سياسية سين وصاد، ينظر لكل الطبقة السياسية بنظرة واحدة، وبالتالي هذا ولد أو يعني أعطى حالة استياء في الشارع. اليوم حقيقة المشاهد لوسائل التواصل الاجتماعي،
اللي يشوف شوارع بغداد وكل المحافظات، هنالك موجة استياء حقيقة واستياء كبير من المواطن البسيط للحالة اللي وصلت إلها الطبقة السياسية. نعتقد اليوم على الكتل السياسية أن تجعل مصلحة المواطن هي بالدرجة الأساس، وإلا حقيقة إذا بقى الحال على هذا الصراع نعتقد بأن المواطن سوف تزداد الهوة فيما بين المواطن والطبقة السياسية ككل. طيب أستاذ كاظم، يعني نتحدث بكل الخفايا باعتبار أن البرنامج تحليلي، ليش في هذه اللحظة يتقدم الفتح دون الإطار التنسيقي؟ وهنا نقارن بين وجود دولة القانون ووجود التيار الصدري، وهل يعتبر الفتح أن هذه المبادرة هي لترطيب الأجواء بين دولة القانون والتيار الصدري؟ طبعا أعتذر كثيرا، يعني الصوت شوية مو واضح، يعني ما أعرف يا دوب إذا قدرت تحب أعيد لك السؤال، لأنه بصراحة السؤال فيه حساسية. هل تقصد أريدك تجاوبني كدولة القانون، يعني لما الفتح انعزل تماما في هذه المبادرة لم يتحدث باسم الإطار التنسيقي، بالتالي ستكون هذه المبادرة اللي يقوم بها الفتح دور وساطة بين التيار الصدري ودولة القانون؟ يعني أرجو هنا يعني أستثمر هذا الموضوع وأكد أنه على تماسك الإطار التنسيقي، يعني هذا غير مطروح تفكك الإطار بأي شكل من الأشكال. يعني حتى كتلة الفتح طبعا للعلم يعني المبادرة لم تصح حتى هذه اللحظة بصيغتها النهائية. نعم. هناك مشاورات تجري مع جميع الكتل السياسية وليست فقط كتل الإطار، جميعا تسعى كتلة الفتح لإخراج لإنهاء هذه الأزمة، لكن مثل ما ذكرنا هي نفس المشاكل القائمة سوف تصطدم بهذا الواقع. للأسف الشديد أتصور الحل، يعني استنفذنا الكثير من الوقت صراحة في المبادرات اللي هي كلها تتمحور حول محور أساسي واحد، وهو الجلوس على طاولة الحوار. يعني مهما كان الأمر، إن كان تشكيل حكومة أغلبية وطنية توافقية، السياسة هي الحوار. يعني الإخوة اللي يمتنعون عن الجلوس على طاولة يعني في الملف الأول تحدث الأستاذ نسيم بأنه حتى قرارات البرلمان أستاذ كاظم التي تكمن خلف الانسداد. نعم. التحالف الفتح يسعى بكل الأحوال وطبعا بالاتفاق مع يعني جميع الكتل، يعني لكن تبقى هي كتلة الفتح هي صاحبة الفكرة في هذا الموضوع وليست ضد يعني إرادة دولة القانون، تسعى إلى إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف. تعرف المشكلة، إحنا يعني هم خلينا نكون واقعين ونشير إلى نقطة أخرى، يعني لا تكمن المشكلة الكلية بشكل كلي في المكون الشيعي، هناك الطرف الكردي أيضا الذي لديه خلافات فيما بينها حول رئاسة الجمهورية. طيب. لكن المرحلة التي يتطلب التهيؤ لها هي فيما إذا يعني حدث توافق. طيب. في البيت الكردي كيف سيكون وضع المكون الشيعي لتمرير رئاسة الجمهورية؟ لأنه التوافق الكردي لا يعني تمرير رئاسة الجمهورية، بل يتطلب. طيب. من المؤسسة. خلينا ننتقل أستاذ نسيم. التوافق. نعم. مع أكبر عدد. نعم. من المكون الشيعي. نسيم. على يعني تفضل الضيف الكريم أستاذ كاظم الحيدري بعدة معطيات، هنا نتحدث عن معطى مهم، وكذلك حضرتك تحدثت في الملف الأول بأنه يعني توافقية حتى في البرلمان والقوانين اللي يصوت عليها في البرلمان، ليش ما تنقل هذه التوافقية لخانة الحكومة تشكيل الكتلة الأكثر عددا؟ بالتالي الفتح لما يقدم هذه المبادرة راح تلقى تنازلات من بقية أطراف الإطار، ستجذب التيار الصدري لهذه المبادرة. أستاذ أحمد، يمكن أني بداية حديثنا قلت لحضرتك حالة العناد السياسي حالة يعني كل كتلة سياسية تحاول أن تثني الكتلة الأخرى، هذا حقيقة هو اللي عقد المشهد السياسي، نتائج انتخابات وكثير من التفاصيل الأخرى هذه يعني، وأرقام حقيقة يعني أرقام جاءت كأنما هي أرادت أن تكون المعادلة السياسية هكذا، وبالتالي جعل طرف لا يقبل بالطرف الآخر، وهذا الانسداد دفع ثمن المواطن العراقي. من حيث المبدأ يعني نتمنى أن تكون هناك بوادر انحلال فيما بين، أو رؤية على أنه يجب أن نجلس على طاولة الحوار.
اليوم حقيقة تقريبا احنا من شهر العاشر لحد الآن، واعتقد راح توصل يمكن يجوز راح نوصل للسنة واحنا ما مشكل حكومة. حكومة تصريف أعمال، حكومة ناقص الصلاحيات، احنا كتل سياسية مختلفة فيما بينها. أعتقد هذا كله حقيقة يعني حالة سياسية غير صحيحة. أنا قلت لحضرتك قبل قليل، المواطن ما عاد ينظر إلى الطبقة السياسية بالنظرة اللي من بعد 2003 كانت الكتل السياسية تحظى بحقيقة دعم كبير من قاعدتها. اليوم المواطن بصورة عامة، احنا أبناء هذا المجتمع، أصبح هنالك استياء من مستوى أداء الكتل السياسية. هذا بالنسبة للمواطن. الكتل المختلفة بتركيباتها، يعني أشار السيد الحيدري بقضية الأطراف السنية والكردية، من تكون مبادرة من الفتح راح تجذب بقية الأطراف اللي داخلة في التحالف الثلاثي إلى ساحتها؟ بالتأكيد. اليوم التحالف الفتح، اليوم هنالك أطراف داخل المعادلة هذه، هنالك أطراف تحظى برضا من الكل. أعتقد اليوم الفتح من ضمن الأطراف اللي عنده مقبولية من الأخوة في التيار الصدري، من تقدم، من التحالف الكردستاني. هي المشكلة مو فقط المشهد السياسي الشيعي، حتى الأخوة في إقليم كردستان مختلفين فيما بينهم. لحد الآن احنا أعتقد اليوم إذا اتفق الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني على تسمية رئيس جمهورية، اليوم إذا تم الاتفاق أعتقد تقريبا أكثر من 40% من المشكلة راح شبه تنحل. اليوم إذا اتفقوا الأخوة الكرد على اسم رئيس الجمهورية، أعتقد من السهولة أن يتفق المكون الشيعي على اسم رئيس الوزراء للمرحلة القادمة، وأعتقد تم طرحها فيما بين السيد المالكي والسيد مقتدى الصدر. هي المعادلة شيء مرتبط بشيء، وبالتالي أعتقد اليوم المبادرات الحقيقية والمبادرات اللي تحظى من أطراف معتدلة واللي عندها مقبولية من الأطراف هي التي سوف تطرح. هذا المشهد احنا شاهدناه بالحكومة السابقة. الحكومة السابقة هم تحول الأخوة بالإصلاح مجموعة من النواب وبالبناء مجموعة، وبالتالي كانت مبادرة السيد هذا العامر على أنه يجب أن نتفق فيما بيننا على أن نقدم شخصية مقبولة من الطرفين. الإطار ما صار بهذه الرؤية الآن. سماح السيد مقتدى بالوقت اللي اتصل على السيد المالكي قال له احنا مقدمين سيد جعفر الصدر، وسيد جعفر الصدر هو من عائلة معروفة. بالنتيجة أنا أعتقد اليوم الرؤية الحقيقية المعتدلة واللي تحظى برضا الأطراف الأخرى هي التي سوف تقدم شيء للعملية السياسية. لكن أنا ما أريد أقول غير متفائل، نتمنى أن الكتل السياسية تتفق فيما بينها. وقبل كم يوم أعتقد كان سيد هذا العامر أشار على أنه في الشهر السابع قد تكون بوابة انفراد المرحلة القادمة. طيب، هل ستتساوق هذه المبادرة مع فترة انسحاب التيار الصدري لخانة المعارضة وتؤتي هذه المبادرة أكلها حسب توقع حضرتك أستاذ كاظم؟ نعم طبعا، يعني هذا الكلام يعني أتصور لا يزال مبكر، يعني في حال افترضنا أنه حدث توافق في البيت الكردي فبالنتيجة راح يرجعون إلى المكون الشيعي لصياغة آلية لتمرير رئاسة الجمهورية. تعرفون هذه الآلية تتطلب تصويت 220 عضو، فراح يسعون في كل الأحوال إلى دمج أو على الأقل إلى توافق بين كتلتي التيار والإطار لتمرير رئاسة الجمهورية. لكن فيما لنفترض أنه ما حصل هذا الشيء وما حدث هذا التقارب المطلوب سواء بضغط كردي أو باتفاق أو عن طريق مبادرة كتلة الفتح، فسيضطر الكرد في كل الأحوال إلى الاتفاق مع الجزء الأكبر من الشيعة. أتصور الإطار التنسيقي بهذا العدد بالإضافة طبعا في ذلك الوقت إلى عدد الكرد، فإلى عدد من المستقلين سوف يستطيع ويستطيع يعني المضي في تشكيل الحكومة. طبعا هذه مو رغبة الإطار الأولى، رغبة الإطار الأولى هو الحفاظ على كيان المكون الأكبر بالدرجة الأولى، ومن ثم بعد ذلك تشكيل الحكومة أو تنصيب رئاسة الجمهورية. لكن مثل ما قلنا، يعني لو حدث أنه ما حدث هذا التوافق فالحل البديل هو هذا، وبالتالي التيار راح يكون الذهاب إلى المعارض. احنا ايضا اجرينا استطلاع لاراء متابعي موقع قناه الايام الفضائيه، وسالناهم هل تعتقد بان مبادره الفتح المرتقبه ستنهي حاله الانسداد السياسي. 72% قالوا نعم، و26% قالوا كلا، و2% تحفظوا على الاجابه.
الأستاذ كاظم الحيدري عضو ائتلاف دولة القانون، انضممت معي عبر سكايب من كركوك، أشكر حضرتك لهذه الإثراءات في المجال السياسي، وأشكر كثير حضرتك الأستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقل لرافقتنا في الملفين، ضيفا كريما شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، على حسن المتابعة، في أمان الله.